ورحمة الله وبركاته. راح نتكلم الآن في الجزء الثاني من المحاضرة عن تركيب الألياف العضلية المسة، أي structure of smooth muscle fibers. يظهر الفحص بالمجهر الضوئي أن الألياف العضلية المسة تبدو كخلايا مغزلية، مغزلية الشكل ذات أطراف مستدقة. وقلنا بأنه تعرف الخلية العضلية اللي هي المايوسايت بالليف العضلي الماسكولر فايبر، هذا هنا تبدو شكلها بشكل مغزلي وأطرافها تكون مستدقة. ولليف العضلية الملسة نواة ممتدة أو بيضوية الشكل ذات نواة نوية واحدة أو أكثر. تقع طبعا النواة مثل ما نبين هنا بالصورة عند المركز، أي في الجزء الأكثر سمكا من الليفة. يتراوح طول الألياف العضلية الملساء طولها من 20 ميكرومتر في جدر الأوعية الدموية الصغيرة، ويصل إلى أكثر أي إلى 200 ميكرومتر في الأمعاء، ومن ثم إلى أكثر أي بحدود 500 ميكرومتر في رحم الأم الحامل. ها من ناحية الطول. أما بالنسبة للقطر فهو يتراوح ما بين 5 إلى 10 مايكرو متر. هذا هو شكل الليف، يعني الليفة. وهنا أنا ماخذين السمول انتستاين أو الأمعاء الدقيقة، ووجود قلنا السموث مصل أي العضلات الملسة. وهنا كما تبدو تحت المجهر كعضلة، وهنا يعني الليفة العضلية الواحدة. ترتيب الألياف العضلية الملساء يتنوع ترتيبها، يعني يختلف حسب المكان اللي تكون موجودة به. فهي أما تكون مبعثرة كألياف منفصلة، أو توجد بشكل مجموعة صغيرة منفصلة مرتبة في شكل شبكي كما في القناة التنفسية. وفي جدار بعض الأعضاء مثل القناة الهضمية تترتب الألياف العضلية الملساء غالبا في طبقتين سميكتين، اللي هي طبقة يعني تكون طولية خارجية تجري موازية للمحور الطولي للقناة الهضمية، وطبقة دائرية داخلية تمتد أليافها موازية لمحيط القناة الهضمية. وحسب الشكل اللي موجود هنا أمامنا، ها هي السمول انتستاين، وهنا مسوين يعني أو ماخذين مقطع مستعرض بالأمعاء حتى يبين طبقات العضلة الملساء، اللي قلنا واحدة من عدها لح تكون سيركولار، تكون سيركولار، والأخرى لح تكون بشكل لونجتيدينال أي طولية. هنا طبعا حسب المقطع اللي احنا لح ناخذه، بس هنا هاي أول وحدة، هذه اللي هي الطبقة الدائرية، هاي هي الطبقة الدائرية، وتبدو يعني كمنظر طولي. وهنا هذه هي الطبقة الطولية، وتبدو هنا كمقطع يعني كروس سكشن، يعني كمقطع مستعرض، مقطع عرضي. فإذا هي موجودة مرتبة بهيئة طبقتين، وحدة طولية دا يعني وحدة حتكون عرضية، طبقة طولية وطبقة دائرية. هذا الترتيب يسمح بخلق موجات الحركة الدودية، وتبدو الليفة العضلية الملساء مغلفة بشبكة دقيقة من الألياف الشبكية التي تكون على استمرار مع النسيج الضام الذي يحيط بحزام العضلات. يحتوي السيتوبلازم اللي حيحيط به النواة على الميتوكوندريا،
والقليل من الشبكة البلازمية الداخلية الحبيبية والرايبوسومات وجهاز كولجي وبعض القطيرات الدهنية، وباقي السيتوبلازم يحوي على خيوط عضلية تتكون من لويفات عضلية. تختلف عن العضلة الهيكلية بأنها تكون غير مرتبة بنظام خاص، وتكون بثلاث أحجام: السميكة التي تعرف بالمايوسين، والمتوسطة اللي هي الانترميديت اللي تقع بين السميكة والنحيفة، والنحيفة التي تعرف بالأكتين. هذا هو ستركتشر أوف سموث مصل، أي تركيب العضلة أو الليفة الملسة. مثل ما ذكرنا أنه هناك ثلاث أنواع من اللويفات، اللي هي قلنا thick filament. thick filament هذه هي thick filament اللي تعرف بالمايوسين، والthin filament اللي هي الأكتين، والإنترميديت فيلمنت اللي هي تكون موجودة فيما بينهم. هاي نوع اللويفات السيتوبلازمية اللي موجودة في العضلة الملساء. ترتيبها قلنا يختلف عما موجود في العضلة الهيكلية، اللي هسه بعد قليل لح نشوف شون لح يكون الترتيب. ميكانيكية التقلص تتبع عملية انزلاق الخيوط العضلية، اللي هي هسه ذكرنا الأنواع لها، وبذلك يقل طول الخلية. طول الخلية عند التقلص أي إن وحدة التقلص هنا هي الخلية وليست القسيم العضلي، هسه حنيجي نشوفها بالعضلة الهيكلية، الذي لا وجود له هنا. هاي يعني نقطة جدا مهمة. وحدة التقلص هنا هي عبارة عن الليف العضلي أو هذه هي الخلية العضلية. أنواع اللويفات اللي موجودة هي thick وthin وintermediate، يعني المايوسين والأكتين والخيوط الانترميديت اللي هي اللي تكون يعني متوسطة ما بين الثيك وما بين الثين. هنا أنا أيضا يعني يبين في طور أنه يعني الريلاكس، أي في طور الراحة وشكل الليفة العضلية، وهنا في طور التقلص شون لح يكون شكل الخلية العضلية. هذا منظر يعني سطحي. هذا أيضا هم مقطع يعني سطحي. دلاحظ كيفية توزيع الويفات العضلية اللي موجودة. العضلات الهيكلية اللي هي السكيليتال مسل تشمل العضلات الهيكلية جميع العضلات المرتبطة بالهيكل، مثل بالشكل هنا موجود أمثلة على العضلات الهيكلية مرتبطة هنا بالهيكل العظمي. اللي قلنا تكون تحت سيطرة يعني الإنسان، تكون تعرف بالعضلات الإرادية. هاي هي السكيليتال ماسلز. تبدو الألياف العضلية شرائط عرضية مضيئة ومعتمة متبادلة مع بعضها البعض، يعني ترتيبها يختلف عن ترتيب العضلات الملساء. هنا نشرح يعطيني شكل يكسب الألياف تخطيطا واضحا، فلهذا شي يسموها بالعضلات المخططة، وغالبا ما تكون تحت سيطرة الفرد، فلهذا تعرف بالعضلات الإرادية. العضلة
هي نسيج ليفي يتميز بقابلية الانقباض والانبساط، ويؤمن حركة الكائن، وتتكون العضلة الهيكلية من حزم عضلية، وكل حزمة تتكون من ألياف عضلية، ويسمى السيتوبلازم الليفة العضلية بالساركوبلازم، والغشاء الليفة العضلية يعرف بالساركولمة، وتتكون الليفة العضلية من لويفات عضلية والليفة الواحدة، والليفة الواحدة تتكون من قطع عضلية متجاورة، والقطع العضلية تتكون من خيوط بروتينية هي الأكتين والمايوسين. نلاحظ هسه موضوع التعضي أو التنظيم الأورجنايزيشن للعضلة الهيكلية. تتجمع الألياف في حزم وعائية، وبتجمعها مع بعض تتكون العضلة الهيكلية. تحاط العضلة بأكملها بطبقة من نسيج انظام ليفي كثيف غير منتظم يعرف باللفافة العضلية الخارجية الإبيميزيوم، التي تظهر للعين المجردة بشكل غمد أبيض اللون. وتحاط كل حزمة بطبقة من نسيج انظام أرق من الأول وأقل كثافة يعرف باللفافة العضلية المحيطية، وتمتد من اللفافة العضلية الخارجية. يحاط كل ليف عضلي بغلاف من شبكة دقيقة من الألياف الشبكية تعرف باللفافة العضلية الداخلية أي الإندوميزيوم، وتتبع الأوعية الدموية والأعصاب هذه الأغلفة في تفرعاته. وهنا حسب ما يعني يبين هذا الكلام انه ارتباط هسه هاي العضله بهنا البون العظم بوجود التندن، قلنا تحيط العضله باكملها باللفافه الخارجيه اللي سميناها او الابيميسيوم، وبعدين كل يعني حزمه داخليه لح تحيط بالبيريميزيوم، وبعدين الداخليه ايضا لح تحاط بالاندوميزيوم. هنا هذا الشكل العضلة بأكملها لح تحاط المصل بالإبيميزيوم، والمصل فايبر باندل يعني الحزم الليف العضلي لح يحاط بالبيريميزيوم، والليف العضلي حيحاط بالإندوميزيوم، والليف العضلي الواحد لح يحتوي على المايوفايبرال أو الليفات العضلية اللي متمثلة بالثيك أنثن اللي تعرف بالمايوفيلمنتس اللي هي الأكتين والمايوسين. هذا الشكل يبين تعضي أو تنظيم العضلة الهيكلية، تركيب العضلة الهيكلية. يحتوي قلنا السيتوبلازم أو الساركوبلازم لليويفة العضلية المخططة على لويفات عضلية مرتبة طوليا تجري موازية لبعضها البعض بامتداد طول اللويفة. في المقطع العرضي تبدو هذه اللويفات كنقاط صغيرة، وتبدو اللويفات العضلة مخططة، ويرجع يعني سبب انه تكون مخططة وجود شرائط مضيئة ومعتمة متبادلة مع بعضها البعض. ولما كانت مواقع هذه الشرائط في اللويفة العضلية تقع في المستوى نفسه لمواقع شرائط اللويفات المتجاورة، فإن اللويفة العضلية كلها تبدو مخططة عرضياً. نانا أيضاً يعني كتركيب قبل شوية شرحنا أنه أكو الساركولمة الغشاء العضلي اللي هو الغشاء السيتوبلازم، والساركوبلازم ريتيكولوم الشبكة الإندوبلازمية العضلية، الساركومير هسه احنا نجي نشرحها بعد قليل، وهذا هو المايو فايبرال او اللويفات العضليه، اللويفات العضليه اللي يعني عباره عن الثيك فيلمنتس الخيوط السميكه اللي هي المايوسين، طبعا هذا كمقطع عرضي، والثن اللي هي الاكتين.
محتويات السيتوبلازم العضلي أي الساركوبلازم توجد الميتوكوندريا كبيرة الحجم وتعرف هنا بالساركوسومز بأعداد كبيرة وتحوي على الكريستي أي الأعراف متقاربة من بعضها، وهذا طبعا هو متوقع بالاعتماد على وظيفتها وبسبب متطلبات الطاقة العالية للتقلص العضلي. تتركز الميتوكوندريا كما مبين بهالشكل هذا عند أقطاب النواة الطويلة وتتخذ صفوف متوازية بين اللويفات العضلية، كما يوجد جهاز كولجي وتنتشر حبيبات صغيرة يعتقد أنها كلايكوجين، وتوجد أيضا كتل من المادة الدهنية وشبكة بلازمية عضلية اللي هي سموث ريتيكولام لا ترافقها الرايبوسومات. تعتبر العضلات الهيكلية هي المسؤولة عن تحريك الهيكل، وبعض الأعضاء مثل اللسان والثلث العلوي من المريء ومقلة العين، وتكون هذه العضلات الجزء الأعظم من لحم الحيوانات، وتتكون من ألياف عضلية مخططة متوازية ترتبط معا في حزم بواسطة نسيج ضام مفكك، وتبدو كل ليفة عضلية مخططة كتركيب طويل رفيع اسطواني يغلف بنسيج ضام، ويتراوح قطر الليفة بين 10 إلى 100 ميكرومتر وطولها 4 مليمتر حسب موقعها.